ساعات كتير الواحد بيبقى قاعد كده بيسرح في ملكوت ربنا. ساعات بفكر قوي ان انا رجعت لورا بمكنة آلة الزمن دي، لدرجة ان انا من كتر ما الواحد بيبقى هناك بيحس انه راح بجد في الثمانينات. فلما بتسترجع الذكريات بجدية قوي بتحس ان انت هناك، فاحساس غريب جدا يعني وجميل جدا يعني. بس المشكلة بقى لما بتفوق من الاحساس ده بتلاقي نفسك 2024 والدنيا بتمشي، الدنيا بتجري وعليك مسؤوليات، وكنت في الشغل ولازم تمشي، والسواقة والمش عارف ايه، وهنتغدى ايه النهاردة، طب هنتعشى ايه بالليل، طب بكرة ايه النظام، طب مين عايز ايه من مين، يعني حاجات من دي. ويبقى وحشك صحابك قوي قوي وما بتعرفش توصل لهم عشان كل واحد مشغول. يعني تبقى ياريت اللي عنده آلة زمن ده حالة جيدة يعرضها.